السلام عليكم أعزائنا طلبة ثانوية المتميزين، نرجع وياكم إلى تكملة Chapter 8. الدرس اليوم راح يكون عن كيفية رسم الأجهزة التناسلية. راح نبدأ اليوم بالميل Reproductive System، نفس ما موجود بالكتاب. نبدي منها أسهل، دائما من أريد أتعلم الرسم أباوع أشوف بأي جهة أبدي أرسم بشكل هذا البيضوي، ودائما أحاول القلم على راحة إيدي، يعني ما تكون القلم أدوس عليه حيل، تشوي ترتب رسمي. هذا الشكل البيضوي. عندي غدة البروستات صغيرة الشكل، شكلها قلبي تقريبا. هنا عندي أنبوب اللي هو اليوريثرا الأحليل. سيمينال فيزيكال هذا شكلها، سيمينال فيزيكال. هاي الأنبوب راح يمتد منها حتى نتبع امتدادها وخروجها. هذا الحالب، هذه السيمينال فيزيكال. طبعا دائما برسم الأحياء إيدي أخليها على راحتها، نقول له أنبوب أنبوب، ما يكون خط مستقيم، وانتبه على طوله، يعني هاي المسافة نفس العرض تقريبا، نفس العرض. هذه نهاية الأنبوب، وهنا عندي الانتفاخ اللي هو الابيديدينز اللي هو at the beginning of phase difference. هنا عندي تركيب بيضوي اللي هو testis اللي هو الخصة. هنا عندي بداية seminal fibers tubules مثل ما موضحها بالكتاب. هذا جزء مكبر لها هذا عندي هنا سيميني فايبرز تيوبيلز. دائما أرتب الرسم إذا أكو تضليل في جهة معينة، إذا أكو فد تحديد رسم، أكو بعض الأشياء تخطيط تحديد تبريز منطقة أرتبها. هذه هنا الجهة الثانية لازم تكون نفسها نفس القياس، أنتبه عليها. كمل الرسم نفس الجهة. تبقى مسألة التأشيرات قدر الإمكان التأشير يكون في جهة واحدة حتى يترتب الرسم ويكون على أتم وجه وأتعلم الترتيب. يعني مثلا هذا اللي هو الفاس ديفرنس يكون هي الخط نهاية واحدة رأس السهم، هذا الفاس ديفرنس. هذا عندي الفاس ديفرنس. البروستات نهاية واحدة، هذه بروستات جلاند بروستات. هذا عندي اليوريثرا، هذا اليوريثرا كيف هنا الأحليل يوريثرا.
السيمينال فيزيكال، هذا الرسم، هذا التأشير هنا راح يكون حتى أعرف وين بالبداية. سيمينال فيزيكال، قدر الإمكان تكون هاي التأشيرات. إذا ما صدفت عندي كملة التأشير مثلا هذه التيستس، يا أما أخليها من هالجهة يا أما أخليها من هالجهة، يا أما راح أأشر بالجهة الثانية. هذه الأبيديتاين يا أما من هالجهة، وأصور كلش واضح. كمان هسه عندي رسم الميل ريبرودكتيف سيستم، ميل ريبرودكتيف سيستم. نرجع نكمل موضوعنا اللي هو سيل ريبرودكتيف سيستم، اللي هي الخلايا التناسلية الذكرية. راح نبدي رسم السبيرم. السبيرم مثل ما ذكرنا يتألف من 3 regions، 3 مناطق، مثل ما ذكرت قدر الإمكان نفس الرسم الموجود بالكتاب. الرأس يكون مثلث الشكل، مثلث الشكل يعني أنا ما عندي رياضيات زوايا، انتبه على الرسم. ونك قصير، and ميدل بيس اللي هي تكون بيها ميتوكوندريا، نيوكلس، and لونج تيل. هذا لونج تيل نفسه موجود. حدد هيد، رأس، نيك، الرقبة، and منا أو منا، ميدل، بيس القطعة الوسطية، and tail. This is the plasma membrane. بلازما ممبرين، الغشاء البلازمي. And this is acrosome اللي هو جسيم الطرفي موجود في البداية جسم النطفة. This is nucleus، طبعا احنا نعرف كل خلية حية لازم تحتوي على nucleus. And this is mitochondria. This is sperm أو male reproductive cell. نفس الاسم، نفس التسمية. بالنسبة لل female reproductive system اللي هي الأوفا، يعني البيضة، راح تكون شكل دائري و سيل ممبران. هذه سيل ممبران and النيوكلس والنيوكلوليس نوية. هذه هنا هي حتى أبين المادة المحيية الموجودة. الطالب لازم يتعلم الانتباه والتركيز والاعتناء بالرسم حتى نضيع عندك الدرجة. هذه هنا حتى
تبين الغشاء البلازمي والمواد المحيه الموجوده، كثر النقاط بعدين راح ابدي ارسم الخلايا. هذه حتى اكمل الرسم، هنا الخلايا اللي تحيط به خلية البيضة اكملها. نكمل تأشيرات، هذه هنا عندي سايتوبلازم ونيوكليس والنيوكلوليس النوية. عندي البلازما ممبرين، الغشاء البلازمي، هذه عندي الأوفم اللي هي خلية البيضة أو الفيميل ريبرودكتيف سيستم.